محمد رسول الله، والله حبيتها. السلام عليكم، انا رن وانا جودي من قناة بداتيز. اليوم رجعنا لكم بفيديو رح نختار في حيوان اليف جديد لينضم لنا. بتعرفوا اخر فترة طول الوقت قاعدين بالبيت وهيك لازمنا شي يسلينا بالبيت، فقررنا نجيب حيوان اليف. بس المشكلة لهلا ما بنعرف شو حنجيب. يعني احنا من النوع اللي كتير بنحب الحيوانات الأليفة شو ما كانت، ما عندنا مشكلة بأي حيوان ولا حساسية لأي حيوان ولا أي شيء. صراحة مشتهيين قرد، بس ماما مستحيل تخلينا. يعني عندها بتقول 5 قرود فما بدها قرد أكثر. المهم عادي، اللي أنا حاببته هو كلب، بس كمان أهلنا ما بيخلونا لأنه بتعرفوا كيف بيوسخ ومشاكل كتير. يعني ما عندنا كتير options، بحس يعني عصافير، لا سنجاب، في سنجاب هامستر. رنت كان عندها هامستر هي صغيرة، كانت تحطه عند جيب هيك تحطه هون بتذكر. في عندنا قطط. يعني عادي، هلأ بنروح على محل الحيوانات وأكيد أكيد أكيد رح ننقي شي حيوان ورح يعجبنا شي. ولحتى تقرروا شو هو الحيوان اللي حيطلع معنا على القناة، وقفوا هذا الفيديو، روحوا على الانستغرام عملوا لنا فولو وشوفوا الستوري، لانه حنكون منزلين لكم تصويت وانتوا حتختاروا الحيوان، ومو بس هيك حتختاروا اسم الحيوان. ولكل اللي لسه مو عامل سبسكرايب اشتراك بالقناة يضغط على الزر الاحمر تبع الاشتراك اللي موجود تحت، وكمان فعلوا زر التنبيهات ليوصلكم اشعار بكل الفيديوهات الجاية اللي راح ننزلها. ويلا خلينا هلا نروح المحل. هلا وصلنا على محل الحيوانات، شفنا هي القطة، تحسوها هيك ما لها خلق تعمل اي شيء. في هديك القطة هنيك، شو هي واحدة سنتين، في كتير قطط بالمكان. شو هدول؟ كتير بحب انا هذا اللون هيك ابيض والمادي شوي، قاعدين عم يلعبوا مع بعضهم. طلعنا هي القطة كتير عجبتنا، شوفوا احلاها. بس خايفة، كثير خايفة يا عمري، ما ألزة، بس كثير بتحسوها خايفة، حتى بتحسوا عيونها مدمعين، ما بعرف ليش. حرام، شوفوا شو لقينا، كبيرة حجمها، يعني رهيب بس لذيذة. عيونها كأنها عيون حية، شوفوا شوفوا كيف ما شاء الله. لازم يوريو حجمها، تقيلة أكيد. عمرها قالوا لي 6 شهور ونص. انا كمان انصدمت، فكرت حيقول لي سنتين. والله العظيم تقيله، قديه تقيله، كثير كثير. يا اخي يا اخي، طلعت 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 طلعت. يا اخي يا اخي يا اخي، هلا رح اورجيكم القسم اللي فيه ارانب وفيه كمان ببغاءات وطيور وكل شيء. تعالوا معي شوفوا، هذا هو. ليه لسانهم لونه اسود؟ عم يبوسوا بعض شكلهم. لا ما بسم الله يمكن عم يضربوا بعض. اوكي باي باي. سمعتوا؟ ما شاء الله عم يقول السلام عليكم. السلام عليكم، عم يقول لا اله الا الله، لا اله الا الله. السلام عليكم. بحب يتمرجح هاي. I love you. رجع قال لا إله إلا الله ما شاء الله. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله حبيتها. خلينا نجيب هامستر، تعي ورجيكي، تعي لكي هونيك. شكله فارة، ما شفت شو فارة لكي، ما أحلى يا عمري. صراحة يعني بعد ما شفت الهامستر هلأ أنا ماني عرفانة شو أوصف وشو أقول، لأنه من أكثر الحيوانات اللي بحبهم هم الهامستر. ما بعرف، ما حتخليني أشتري هامستر، خليني أشتري هامستر. ما نقدر نلعب معه هيك صغير، والله حلو، والله حلو. بالبيت ما حيضيع، كيوت حيضيع، كيوت كيوت، يا حيضيع يا ما حيتم بالأخر. نو
بهذا المحل في كل انواع السمك. عم قلها ناخذ سمكه بس ما عم ترضى، انه حيوان زائد سمكه مو بس سمكه. والله تنظيف على الفاضي، ما فينك تعمل تلعبي معهم ولا شيء، وحيموتوا بالاكل. تعرفي انه حيموتوا بعد كم يوم؟ حرام. ليش ليموتوا اذا نحن عم نعتني فيهم؟ هيك بيجوا لعندنا. خلص دوختيهم. ليكو ليكو انا رح احط ايدي هون. شوفي حتى هدول عم يجوا لعندكم. عنكبوت. بتحسوا هيك؟ ليش هيك شكلهم كثير غريب؟ أول مرة بشوف هيك سمكة. ما علينا، خلينا هلا نروح نشوف. واو، خلينا هلا نروح نشوف كلاب. بتحس الصراحة رشف كلاب. يلا. بعد ماما حتذبحنا بس بليز. والله حبيته. ماما بليز اسمحي لنا نجيب كلب على البيت. شاكي شاكي. اوه بيسلم شاكي. فلهم تسدان شاكي ست. You are now on our YouTube channel. هلا عم نشوف قناتنا. حكينا كيف عندكم 2.3 مليون. واو amazed. Really? Yeah. Thank you so much. Good job, man. Thank you. Yeah. Do you like it? For 100%, I do. فكرنا أول شيء عم نعمل فيلم وثائقي. لا 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 عم نصور فيديو يوتيوب. Really? Yeah, just. Subscriber جديد. شفنا كل هذا هون، فجينا نشوف ليكو. في قطة هلا شفناها اخذت لنا قلبنا، هيك لما مسكناها ضلت تلعب معنا وتجي لعنا لعند ايدنا. واهم شيء انه كانت كثير صغيرة، عمرها شقد؟ اقل من شهرين بشوي بكلمة. يعني نحن هذا بدنا اياه، بدنا هيك شيء صغير يربى معنا يطلع معنا. شفتوا اول القطط اللي شفناهم كانوا كلياتهم ما عم يحبوا يلعبوا، بتحسوها نفسيات، فهي القطة كثير لذيذة. هلا رح نشتريها ونرجع على البيت لنورجيكم اياها. عم نصور لكم ستوري انستغرام لحتى انتم تصوتوا مو بس شو الحيوان اللي ناخده، حتى شو البيوت اللي ناخده وشو الالعاب اللي ناخده. فلا تنسوا تروحوا على الانستغرام وتصوتوا للشغلات اللي انتم بتحبوها اكثر شيء. رح نورجيكم هلا الحيوان اللي اشتريناه. مستعدين؟ مستعدين؟ شوفوا مصغرة، شوفوا الكيادة، اصغر من ايدي. عمره بس شهرين، ويعني ما بعرف كمية الجمال، كمية الكياتة. نحن اخترنا هي القطة مو لانه يمكن هي احلى شيء، بس لما طلعنا عليها قلنا خلص حسينا بالامومة. يعني قلنا this is the one. يعني كانت كوتة صغيرة، نظرتها وجمالها شوفوا ما احلى. بس سؤال، شو بدنا نسميها؟ ما بعرف. انا برايي انتم تقترحوا علينا اسماء على الانستغرام. ممكن نعطيهم كم اسم هيك يختار ونسى. انت شو ببالك؟ في شيء ببالك؟ انا بصراحه برايي هن يعطونا اسماء على الانستغرام، انا ما في اي شيء ببالي. فانتم روحوا على الانستغرام، هذول هن حساباتنا هون، واختاروا او ساعدونا باسماء. هي القطه بنت، اوكي هي اول شيء. يعني كميه كياده، اوكي لازم تتعود. عدو جديد في القناه. يعني ما بعرف كيف اوصف له الكياده. يا جماعه شوفوا مثلي على ايدي، بتجنن. هيك عيونها خضر فاتحين، وجهها ابيض، جميله. ولهون بنكون وصلنا لاخر هذا الفيديو مع القطوطه الجميله. كوتي تعالوا على انستغرام عشان تحكوا لنا شو ممكن نسميها اسماء هدول هن انستغراماتنا. وكمان صراحة لا تنسوا متحمسة للأسماء اللي حيختاروا لنا إياها، يعني بدنا أسماء نارية قاتلة مدمرة. بحس أسماء القطط لازم تكون على حسب شكلها، فهلا أنتوا طالما شفتوا شكلها لازم يكون الاسم طلع ببالكم فورا. وإذا أنتوا حاليا عم تشوفوا هذا الفيديو بدون ما تعملوا سبسكرايب، اضغطوا زر السبسكرايب الموجود تحت الأحمر، وكمان شغلوا زر التنبيهات مشان لما ننزل فيديو تسمية القطة
تعرفوا شو سميناها لأنكم أنتم حتى لازم يعني نعمل فعاليات كتير مع القطة، مشان هيك اعملوا لنا سبسكرايب لتشوفوا كل الفيديوهات الجاية، ومنحبكم كتير يا أحلى ناس، وسلام.